عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهاردة بنتابع اخر تطورات مترو اسكندرية من محطة العصفرة. انا هنا امام مستشفى مبرة العصفرة وجاية اتابع اخر التطورات اللي تمت في محطة العصفرة، وزي ما انتم شايفين انتشار للمعدات، ولكن محطة العصفرة بقت كوم تراب، مفيش اي رصيف خالص، كل ده تم هدمه، وفاضل بس ان يتم ازالة ناتج الهدم. والحقيقة ان اعمال الهدم شغالة بسرعة كبيرة جدا جدا في جميع المحطات، حتى كمان محطة فيكتوريا، محطة المندرة، واحنا حاليا في محطة العصفرة من امام مستشفى مبرة العصفرة. بنشوف ايه اللي تم في محطة العصفرة، وهي تم انتهاء من هدم المحطة بالكامل فيما عدا الكباري والمحلات. طبعا محطة العصفرة فيها عدد كبير جدا من المحلات، ولسه طبعا ما تمش هدمها وما فيش اي جديد بالنسبة للمحلات. سمعنا بس مؤخرا ان في اصحاب محلات قالوا ان المحلات هتفضل مستمرة بحكم قضائي، ولكن ده مش اكيد. وكمان في اصحاب محلات تانية قالوا ان هيتم هدم المحلات بعد سنة، وهتفضل المحلات مستمرة لحد سنة من وقتنا هذا. وطبعا احنا برضو مش عارفين ايه الموقف النهائي بالنسبة للمحلات، ولكن هو كل ما هو على حرم السكة الحديد ويعوق تنفيذ مشروع مترو اسكندرية فللأسف هيتم هدمه. زي طبعا المساجد للأسف تم هدمها عشان خطر، طبعا هيبتدي يتم بقى تنفيذ مشروع المترو. دلوقتي فاضل ايه في محطة العصفرة؟ فاضل الكباري، وكمان ان يشيلوا ناتج الهدم، وفي كمان قمامة. ياريت شركة نهضة مصر مشكورة تشيل القمامة دي، عشان طبعا دي منظر مش حضاري، ده غير بتساعد على انتشار الامراض، واحنا في غنى عن ده كله، فياريت ان هم يجوا يشيلوا القمامة. هتشوفوها دلوقتي معايا بس في الناحية التانية من المحطة. طبعا بالنسبة لمحطة مترو العصفرة هتكون محطة علوية، ده هيبقى شكل النهائي للمحطة، هنا هتكون محطة علوية. بالنسبة للكباري هي لسه اخر حاجة هيتم هدمها، وده اللي فاضل بس في المحطة. كده هو تم هدم المحطة تماما، ويبقى الكباري والمحلات. دي الناحية التانية من محطة العصفرة، وده كده المحلات الموجودة على حرم السكة الحديد. وزي ما انتوا شايفين ده اقوام القمامة اللي بقول لكم عليها، في اقوام كده كتيرة برضو موجودة في المحطة، فياريت ان هو يتم ازالتها. ودي المحلات الموجودة على حرم السكة الحديد. طبعا اول ما نعرف ايه موقف المحلات هنبلغ حضراتكم، لكن لحد الان لسه المحلات مستمرة معانا. شايفين يا جماعة اقوام التراب والطوب اللي تم تكسيره من ارصفة المحطة، ده كده شكل المحطة بعد الهدم. طبعا تم هدم محطة العصفرة بالكامل، والمباني اللي موجودة في المحطة، المبنى الرئيسي وكمان الارصفة، ويبقى زي ما قلت لحضراتكم الكباري والمحلات. الشغل كان بسرعة جدا جدا في محطة العصافير، لانه من يومين بس كان في فيديوهات كتير قوي بتبين ان المحطة لسه بيتم هدمها، وما كانش من المتوقع انها تخلص خلال يومين، فده انجاز كبير جدا. والحقيقة مجهود كبير قوي في هدم المحطة بالكامل، فشكرا جدا لكل الجهود المبذولة لإنجاز المشروع بسرعة كبيرة كده. إيه اللي هيتم بعد هدم المحطة
وهدم الكباري، هيتم دق الخوازيق لبدء تنفيذ مشروع مترو اسكندرية. كمان هيكون في محطتين جداد في المكان هنا، في محمد نجيب وميامي، دول محطتين جداد بالقرب طبعا من محطة العصفرة. وعدد المحطات الجديدة للمترو هتكون 5 محطات، هي سبورتنج، كفر عبده، باب شرق، وميامي، ومحمد نجيب. دي محطات المترو الجديدة اللي هتكون موجودة ان شاء الله في مترو اسكندرية. كمان زمن الرحلة هيبقى بدل ساعة هيبقى 25 دقيقة، وكمان هيتم تقليل زمن التقاطر ل3 دقايق بعد ما كان ممكن يوصل ل45 دقيقة او كمان ساعة. فزمن الرحلة هيبقى سريع جدا جدا، وهنقدر نوصل لكل مشاورنا باقصى سرعة عكس قطار ابو قير، ودي طبعا من مميزات المترو. ولكن طبعا هنفتقد ذكرياتنا اللي عشناها في قطار ابو قير، ولكن احنا مع التطورات طبعا والاحداث الجديدة اللي بتحصل في اسكندرية. المترو كمان مش بس من محطة مصر لحد ابو قير، لا ده كمان هيوصل لحد الماكس الكيلو 21، وكمان هيوصل لحد برج العرب، وهيكون في ترابط قوي جدا لكل الاماكن، وهنقدر نوصل لها بسرعة قوية جدا اكتر من الاول، وهيبقى في سهولة في المواصلات عكس الاول. طبعا ده شكل الكوبري بتاع محطة العصفرة اللي انا واقفة بصور عليه، لسه موجود ولسه ما تمش هدمه، ولكن هيتم ازالته في المرحلة اللي جاية. فاضل خطوات بسيطة جدا جدا لهدم المحطة بالكامل والانتهاء من محطة العصفرة، وكمان هيتم زي ما قلت لحضراتكم هدم الكباري والمحلات مؤخرا، يعني على حسب اللي احنا عارفينه لغاية ما يكون في جديد بخصوص المحلات. خلاص كده احنا بنودع محطة العصفرة وبنقول اهلا بمترو اسكندرية الجديد. لو حضراتكم من المهتمين بكل الاحداث اللي بتحصل في اسكندرية، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تضغطوا اللايك للفيديو. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب اكون قدرت اوصل لكم كل المعلومات وكل الجديد اللي بيحصل في محطة العصفرة. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل، هتوحشوني جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم، باي باي.